إن شاء الله راح نتكلم عن أمراض الكلى والأشياء المهمة في درس مبسط عن الزلال. أيضا الزلال وعلاقته بمرض الكلى. ابتداء لازم نطرح سؤال مبسط جدا. ابتداء نطرح السؤال: وهل وجود زلال في البول يعني يعتبر مرض كلوي في الكلى مثلا؟ هل وجود الزلال يعني إصابة الإنسان بمرض أو فشل كلوي مثلا لا سمح الله، أو بعض المضاعفات المرضية مثلا؟ طبعا هناك عدة أسباب من خارج الكلى ممكن أن تسبب طرح الزلال في البول. طبعا ليس بالضرورة هي بالضبط بالتحديد، بس أهم شيء هي أحد المحاور من هذه العوامل ارتفاع درجة الحرارة والرياضة وبعض الأدوية، وأيضا الزلال البيلية البروتينية التي تظهر عند المشي وتختفي عند النوم. كذلك يوجد نوع حميد من الزلال بالبول لا يسبب أي مشاكل، ممكن أن يدوم لفترة قصيرة أو طويلة. أما إذا حصل انتفاخات في الجسم وتشوهات في الجسم بسبب تراكم السوائل الغريبة، من الضروري استشارة الطبيب المختص عن هذا الموضوع. ممكن يكون مرتبط بين السموم والزلال، وأيضا مرتبط في الكلى، الأمراض الكلوية. من الضروري استشارة الطبيب المختص لكي يتم إجراء بعض الفحوصات التي تساعد في كشف ماهية المرض. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم إن شاء الله.